لو الحكاية فيها إن فيتو طبعا أنا قلب وببص من الزاوية بتاعتي، ولكن عندي ثقة كبيرة في القيادة، وعندي ثقة كبيرة في وزارة الداخلية وفي وزارة الدفاع والمسؤولين عن الأمن، وأكثر بقى ثقة في فينا إحنا مصريين وفي الشعب نفسه في مقابلة مثل هذا المعنى. السياحة العربية وعاصمة المصارف العربية في هذا الاجتماع، والله ده من ضمن الحاجات اللي هيتم مناقشته بكره في مجلس الوزراء السياحه العرب. النهارده بنطلع التوصيات، ما اقدرش اعرف مين اللي هيتم اختياره. سبق قبل كده ان احنا فزنا في الاسكندريه في عده سنوات، انما برضو ان شاء الله هيتم مناقشه، واذا كان في اختيار لمصر او احد المصايف المصريه هكون سعيد. لكن في اليه الترويج المشترك بيننا وبين الدول العربيه.